طيب، من ضمن الأخبار المهمة جدا والنهاردة بالتحديد كان في وفد من قبل المستشار ترك آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية. وفد زار الكابتن محمود الخطيب في منزله للاطمئنان عليه وعلى حالته بعد جراحة الحقن الأخيرة في الظهر، ولفتة كانت طيبة وأكثر من رائعة. ودي صور للوفد طبعا، أو أحد أعضاء هذا الوفد مع الكابتن الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي. بالمناسبة المستشار ترك آل الشيخ كان بيحاول بشكل كبير جدا أن هو يكون متواجد في هذه الزيارة، لكن بسبب انشغاله طبعا بموسم الرياض فبالتالي يعني ما قدرش أن هو يكون متواجد ويزور الكابتن محمود الخطيب. لكن في الحقيقة مبادرة أو زيارة غاية في الأهمية وتدل على العلاقات اللي بإذن الله تعود قوية وتستمر في الشكل الإيجابي. وإحنا دايما عارفين النادي الأهلي نادي كبير بيحتوي كل محبيه وعشاقه، وكلنا متأكدين وعارفين كويس جدا أن المستشار ترك آل الشيخ أهلاوي من البداية، يعني موضوع معروف. يعني بعض الخلافات ممكن تحصل ما بين أي حد، لكن في كل الأحوال دايما تبقى العلاقة المميزة ما بين المصريين والإخوة والأشقاء في السعودية في كل الأحوال. ومستشار ترك آل الشيخ يعني أكيد شخصية كبيرة ومميزة، وأيضا النادي الأهلي على رأس مجلس إدارته كابتن ونجم كبير جدا 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 وهو الكابتن محمود الخطيب، اللي دائما دائما على مدار تاريخه مع النادي الأهلي بالتحديد سواء كان عضو مجلس إدارة كنائب لرئيس النادي الأهلي أو كرئيس النادي الأهلي بيبقى حريص أشد الحرص على مصلحة النادي، وده شيء مفروغ منه ومؤكد. فبالتالي كانت زيارة مهمة، وأكد من خلالها الكابتن محمود الخطيب شكره وامتنانه، وأنه بيثمن بكل تقدير ما أفاض به المستشار ترك آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة بين البلدين. ده خبر مهم جدا ابتدينا به حلقة اليوم.